السلام عليكم. في فيديو جديد اليوم راح اسوي معاكم اكثر وصفه طلبتوها مني، مع اني قد سويت وصفه مره مشابهه لها اللي هي كيكه الحليب بالزعفران. الكيكه مره لذيذه ومره سهله، فمتاكده انكم تحبونها. خلونا نبدا. اول شيء راح اسوي الكيكه، فعندي بالعجانه راح اضيف البيض. طبعا كالعاده المقادير بالضبط راح تكون موجوده تحت في صندوق الوصف. اضف عليها السكر، والحين راح اخفقها لحد ما يصير عندي قوامها كريمي. خليها تقريبا 5 دقائق على سرعة متوسطة. لو تلاحظون شلون قوامها مرة كريمي وكذا دخلت فيها الهواء. بعد كذا راح اضيف الفانيلا سائلة والزعفران. عندي هنا موية حارة اضفت عليها نص ملعقة صغيرة زعفران، حركتها مع بعض ثم اضفتها على الكيك. طبعا لما بقى معي زعفران ممكن اضيفها بعدين بخليط الحليب، فمو شرط نضيفها على الكيك، اهم شيء نكهة الزعفران والموية نصبها بخليط الكيك. هنا راح اشغل عليها دقيق وبيكنج باودر وملح، اشغلهم مره كويس عشان اتاكد ان ما في اي كلاكيه تدخل في الكيكه. بيكون عندي قوامها كذا مره ناعم والمزيج مختلط مره كويس. خلطتها شوي على سرعه متوسطه بس على قد ما تخلط عندي المقادير، وطفيت عليها واضفتها بصينيه مدهونه بزيت. دخلتها الفرن على درجه حراره 180 تقريبا نص ساعه، يمكن 25 دقيقه على مشي دقيقه. المهم بهالاثناء راح اجهز السيروب. راح احتاج الى حليب طازج تقريبا كوب، راح اضيف عليه حليب مبخر تقريبا 2/3 كوب. المقادير بالضبط زي ما قلت راح تكون صندوق وصف. اضفت عليها زعفران نفس الشيء اللي سويته قبل، زعفران مع مويه مغليه، واضفت عليها حليب مكثف محلى. حركتهم كلهم مع بعض مره كويس، وبس بكذا يكون الخليط عندنا جاهز. حطيته على جنب لاني ابغى اول ما تطلع الكيكه من الفرن استعمله. فهنا الكيكة بعد ما طلعت من الفرن وتأكدت بالسكين انها طلع لي نظيف وما في ولا شيء، فالكيكة يكون عندي طابخ. زي ما شفتوا سويت زي الثقوب بالكيكة بالسكين، ثم بديت اصب عليها الخليط. طبعا انا افضل انكم تصبونها بملعقة علشان تحرصون في جميع الجهات تصبون بالتساوي، لان لو صبيتي بالكاس على طول ممكن تكبون كذا في منطقة اكثر من منطقة، فصير عندك جهة مرة رطبة وجهة ناشفة. عموما الخليط بقوا منه شوي علشان وقت تقديم الكيكة يكون عندكم على جنب إضافة يعني زيادة. هنا للوجه، على وجه الكيكة اختياري طبعا، أضفت كريمة خفق وسكر بودرة بس. خلطتهم مع بعض لحد ما صار عندي قوامهم كريمي. طبعا كنت تخلطونها أكثر يجيكم رغوة أكثر وتبدون تشكلونها ممكن بالقمع، أو ممكن زي ما سويت أنا القوام شوي خفيف مسحت على سطح الكيكة وصار عندي طبقة كريمة من فوق. ودخلوها الثلاجة، طبعا قدموها مرة باردة يعني خلوها في الثلاجة 6 ساعات لين حالاتها تكون مرة باردة. وبس لما تقدمونها ممكن تزينونها برشة زعفران من فوق، وطبعا خليط الحليب اللي سبق وسويته. طبعا زي ما قلت لا تضيفون كله على الكيك، خلوا منه شوي على جنب عشان وقت تقديم الكيك يكون في إضافة زيادة لو حابين تضيفون على الكيكة. وأتمنى أنكم حبيتوا الوصفة. طبعا لا تنسون لو جربتوها تقولوا لي رأيكم فيها تحت في التعليقات، مرة يهمني رأيكم وأحرص قد ما أقدر أني أقرأ كل تعليق. لا تنسون تابعوني على إنستغرام، هناك في وصفات لذيذة تنزل، وبستوري إنستغرام نزل يومياتي، فمرة يسعدني أنكم تابعوني على إنستغرام. طبعا إنستغرامي كاتبته تحت في صندوق الوصف. ولو سويتوا وطبقتوا الوصفة صوروا وارسلوا لي على الإنستغرام بعد، خلونا أشوف تطبيقكم. وبس يعطيكم العافية على المتابعة. لو حبيتوا الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر لايك وتشتركون في القناة وتتابعون الفيديوهات السابقة. مع السلامة.